راحة والطيبين راحة والطيبين. ويو اللي محصلينهم بيتين بيقصون علينا وبيسوون روحهم ريايل. الله يبيد يخون بعض الناس. الله ما أخذنا الدكان القفلية اللي حق زوال بعض الناس. الله يانا بنيب جواتي وبنبيع الجوتي بربع قيمة النعال. الله ما يبيد يخون. يمكنني بقطع هالنعال على ظهر بعض الناس. الله الله يا ويرشون الماي على بعض الناس. الله يعني الله الله يا دنا زوالهم. الله يا دنا زوالهم. الله يا انا بخلي بعض الناس بيزة بيسود اللي بخليهم يصيرون اقل من هالنعال. الا بعد اذا ناويين على زوالهم يبون نسوي بنيتهم يلد نباطه يسوونها. ياو كان بيصيرون كناري ويطيرون. ياو الا اذا بعد اذا ما سدينا دكانهم ها وخليناهم يبيعون ناري الخايس مثل رؤوسهم. ياو واذا ما نحشناهم بعقلهم من هني وهم كنهم خمامين. ياو انا ما ابو يزت الا تحسنتهم. افتكر المحسن هذا محسن دياي. ياو الله يعني ما خليهم يروحون لبيتهم ما كلوا حتى لقمة خبز. ياو ايه صير خير الله كريم.